صباح الخير. تقدمنا صباح هذا اليوم زميلي النائب بيير أبو عاصي وأنا باسم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون يرمي إلى دعم العائلات اللبنانية الأكثر حاجة. إننا نتقدم بهذا الاقتراح بكل أسف، بكل أسف، لأننا نقر بموجبه بأن أكثرية الشعب اللبناني والعائلات اللبنانية أصبحت متعثرة أو تحت خط الفقر أو هي في حالة فقر مدقع، وبكل أسف لأننا نقر بموجبه بأننا أصبحنا بحالة احتياج شديد للمساعدات الدولية التي لا مجال من دونها لانتشال أكثرية الشعب اللبناني من جهنم الفقر وشياطين اليأس والجوع والعوز، وبكل أسف أيضا لأننا حتى في حال حصولنا على هكذا مساعدات نقر بموجب هذا القانون بأنه لا قدرة لنا بتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها إلا إذا اعتمدنا أنظمة رقابة صارمة تمنع تسييس هذه المساعدات وتوزيعها بشكل استنسابي تحاصصي زبائني. ومع تسجيلنا هذا للأسف المثلث الأوجه، تقدمنا باسم تكتل الجمهورية القوية باقتراح القانون المعجل المكرر بشأن الدعم الموجه إلى العائلات الأكثر فقرا والأكثر حاجة بواسطة البطاقة التمويلية الإلكترونية. يأتي هذا الاقتراح في وقت تستمر فيه الحكومة بتغطية سياسة دعم عوجاء لا يستفيد منها من يجب أن تكون موجهة إليه أصلا، وفي ظل عجزها الكامل عن مراقبة الحدود ومنع تهريب السلع المدعومة، كما يأتي في ظل تصاعد المخاوف من أن يكون مصدر الدعم الوحيد المتاح أمام الدولة في المستقبل القريب هو احتياط المصارف الإلزامي بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى هدر 15% من أموال المودعين اللبنانيين المفترض بقائها لدى مصرف لبنان بعد أن تأكد إهدار 85% الأخرى. يأتي هذا الاقتراح أيضا وأخيرا في الوقت الذي تتحضر فيه الدولة اللبنانية إلى توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم معيشة أكثر من 150 ألف عائلة لبنانية. وعليه تقدمنا بالاقتراح الحاضر لكي نحضر البيئة القانونية والإدارية اللازمة لإدارة واقع الفقر في لبنان ودعم العائلات اللبنانية المحتاجة فعليا، وهو في الواقع رزمة من التدابير التي تسهم في تحضير تلك البيئة. ومنها على سبيل المثال، أولا إنشاء حساب من قبل وزارة المالية لدى مصرف لبنان هدفه تلقي كل الأنواع المساعدات والهبات والقروض التي من شأنها تعزيز القدرة الشرائية لدى العائلات اللبنانية المحتاجة. ثانيا منع قانوني حاسم من التصرف بالاحتياط الإلزامي لما دون نسبة 15%. ثالثا إنشاء البطاقة التمويلية الإلكترونية. رابعا اعتماد نموذج لحوكمة المساعدات تشرف عليه الجهات المانحة، وأهم ما في هذا النموذج الرقابة من جهة ثالثة محايدة، وإنشاء نظام شفاف للشكاوى والرقابة على توزيع المساعدات. وخامسا وأخيرا دعم الصناعات الوطنية الغذائية والدوائية لكي تكون البديل المناسب عن السلع المستوردة. إن هذا الاقتراح هو بمثابة قانون إطار يترك للسلطة التنفيذية الهامش الملائم للتنفيذ، ولكن ضمن أطر قانونية تضمن العملة الوطنية وتعزز الاقتصاد الوطني وتدير عملية توزيع المساعدات وفق أرقى معايير العدالة والشفافية. وسأترك الآن لزميلي النائب بيير أبو عاصي مهمة شرح تفاصيل هذا الاقتراح وبيان أهم ما جاء في مضمونه. صباح الخير. من كم أسبوع
عملنا مؤتمر صحفي بمعراب، الرئيس غسان حصباني، سعادة النايب ايدي ابي اللمع وانا، وحكينا عن موضوع الدعم. موضوع الدعم اليوم هو موضوع طارئ في لبنان. بدي ذكر انه مش بثقافتنا اللبنانية لا الاتكالية ولا التوجه الى الحصول على مدخول من الدولة او من مرجع اخر. اللبناني كل عمره هدفه وهمه يشتغل، يعلم أولاده، يستمر بإمكانياته وبطاقته. ولكن اليوم مع الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي عم نعيشها، مع تدهور سعر صرف الليرة، مع جائحة كورونا، مع شلل الحكومة، ودي افتح هون هلالين تقول انه من حوالي الشهر انعمل اجتماع للجان المشتركة مع الحكومة بموضوع الدعم، وكان مفروض بعد أسبوعين ترجع لنا بخطة واضحة ومتكاملة، والخطة بعدنا ناطرينها. نحن ما تعودنا ننطر بس تكون مصلحة شعبنا بخطر، وخاصة اليوم عم نحكي عن دعم العائلات الأكثر حاجة. بدي وضح بكلمتين مين هني العائلات الأكثر حاجة. العائلات الأكثر حاجة هني كلنا سوا، يعني الطبقة المتوسطة يلي أغلبيتنا بينتمي لها وبكل فخر وبكل اعتزاز. اليوم أصبحت طبقة تضم العائلات الأكثر حاجة نسبة لتدني قدرتها الشرائية. بأوائل الأزمة من حوالي السنة صارت اجتماعات للحكومة وصار اجتماعات بأسر عبدة، وتم تفويض حاكم مصرف لبنان بأنه يدعم سعر صرف الليرة لاستيراد البضائع اللي معتبرة للاستهلاك الأساسي بالبلد. هذا الشيء حصل. لليوم صار مكلف المصرف لبنان من احتياطي الودائع، يعني إن كان شهادات إيداع أو هلأ بنوصل على حفت على أبواب الاحتياطي الإلزامي، بس لكمان 7.9 مليار دولار يلي دعم فيهم مصرف لبنان شراء هذه البضائع للاستيراد. هيدي من مصريات الناس، لأنه بس المصرف يحط أموال بمصرف لبنان هي اسمها شهادات إيداع، والأموال هيدي هي أموال الناس. بعد ما انصرف حوالي 7.9 مليار دولار 8 مليار دولار، ما حدا قيم هذه السياسة تشوف إذا ناجعة، إذا منتجة، إذا مفيدة، وأهم شيء إذا قادرة على الاستمرار. نحن فينا نقول بشكل كتير واضح أنه كانت لا ناجعة ولا مفيدة ولا قابلة للاستمرار. مش قابلة للاستمرار لأنه الاحتياطي عم ينفد، حتى إذا رشدنا الإنفاق كمان رح نوصل لعدم إمكانية الاستمرار، وهذا شيء خطير جدا. فإذا لابد من عمل استباقي ما. الثاني الدعم، ولو أنه دعم بسعر الصرف يعني exchange rate subsidy، أدى إلى انخفاض الأسعار. بس إلا انخفاض أسعار انفجر ظاهرة التهريب أكثر وأكثر، تحديدا إلى سوريا، بس مش بس لسوريا، تحديدا المحروقات، بس مش بس المحروقات، المحروقات والدواء والمواد الغذائية. وكلنا عم نسمع شو عم بيصير على الحدود اللبنانية السورية، أو كمان من تصدير بضائع مدعومة من أموال الناس إلى دول أفريقية معينة. كل هيدا إضافة إلى الكساد، في بضاعة بتندعم وبتضل كاسدة بالسوق، وفي بضاعة بتندعم ومش المحتاج بيستهلكها، وفي بضاعة بتندعم والتاجر هو اللي بيستفيد وليس المحتاج. منشان هيك بما أنه هدفنا هو دعم المحتاج بأقل كلفة من الاحتياطي ومن موارد الدولة، فإذن المحتاج بأقل كلفة هو الهدف الأساسي تبعنا، وبإمكانية استمرارية لهذا الموضوع بأعلى نسبة شفافية ممكنة تقدمنا بهالاقتراح اليوم يلي حكي عنه زميلي النائب جورج عايس. هالاقتراح بيدعي ويستوحى من برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، ولكن هو برنامج آخر مستوحى منه لأنه نجح، وأنا فيي أكد أنه هالبرنامج نجح، وإلا ما طلع من 10,000 شخص يستفيدوا من البطاقة التمويلية إلى يوصلوا المنحين يمولوا ل50,000 شخص، واليوم مع القرض يلي تمت الموافقة عليه باليومين نطلع على إجمالي حوالي 200,000 شخص. فإذا النظام ناجح، منظومة ناجحة شفافة لا يمكن التلاعب فيها إذا استمر العمل فيها بهذا الشكل، وبتتكل على وضع أموال بكمية معينة، كل إنسان معه بطاقة تمويلية
بيقدر، وهون بيصير دور المانحين والشركاء مثل البنك الدولي والسلطة التنفيذية تحدد القيم قديش قد تكون. $50 للبالغ هيدا ما نقترحه نحن، $25 لغير البالغ، تيقدروا بهالديبت كارد بهالبطاقة التمويلية يشتروا البضائع اللي هن بحاجة لها. هيدا بيؤدي انه الاشخاص المستفيدين هن اللي راح، الاشخاص المحتاجين هن اللي راح يستفيدوا مش الاخرين مش التجار. هيدا بده يؤدي انه يوقف التهريب او يتراجع بشكل كتير كبير، وهيدا بده يؤدي انه نحمي الاحتياطي الالزامي بالمصارف اللي هو مثل ما قلت هو وشهادات الايداع هن اموال الناس. هيدي المقاربة عنا ثقة فيها لأنه تجربت قبل ببرنامج نجح، منجربها اليوم ممكن تعطي الطريقة النتيجة ذاتها وقد تكون أفضل. هلا بيضل التمويل. التمويل بيقدر يكون هبات، نحن ظرف لبنان اليوم بيسمح أنه يجي هبات، بيقدر يكون قروض ميسرة على مدى طويل لأنه هيدي حاجة أساسية، كرامة ناسنا وقدرتهم على العيش بكرامتهم وباستقلاليتهم المادية، هيدي الأولوية الأولى. شو في أولوية قبل منها؟ وتاني نقطة إنه ما في إمكانية بهيك منظومة إنه يصير تحوير وتحويل لمصادر التمويل وللأموال. بيقدر يكون كمان من خزينة الدولة، ليش بس يتعلق الأمر بالشأن الاجتماعي بلبنان بتغيب الدولة وبتغيب خزينة الدولة وبنركض على الشحادة؟ شو ناقصنا؟ عم ينصرف كتير أموال يمين وشمال بدون أي شك أنه الشأن الاجتماعي اليوم هو أولى الأولويات. بما أنه نحن شعب بيستورد 80% من استهلاكه، كان لابد أنه نلحظ كمان بهذا الاقتراح دعم للصناعات الزراعية وللصناعات المحلية يلي سعرها بيكون أقل كلفة من البضاعة المستوردة ويضخ أموال وأموال صعبة بالسوق اللبنانية، أو على الأقل يمنح خروج هذه الأموال إلى الخارج. وهذه معضلة بلبنان كبيرة إن كان عم نحكي عن ميزان تجاري أو إن كان عم نحكي عن ميزان المدفوعات. بيضل في نقطة لاحظناها وذكرها رئيس جورج يلي هي حماية الاحتياطي الإلزامي. يعني مش مسموح ولا بأي شكل بعد كل شيء صار بالناس، بعد ما صار الواحد يروح يشحد شحادة من البنك مصرياته وتعبه ورزقه، انه كمان ندق له بالاحتياط الالزامي الموضوع بمصرف لبنان. حمايه للاحتياط الالزامي وضعنا سقف ال 15% وممنوع المس فيه، وحددنا مصادر التمويل يلي ذكرتها. الاستهداف ممكن جدا لما يقارب ال 600,000 عائله، عم نحكي يعني اذا في 200,000 عائله رح يستفيدوا من الاسر الاكثر فقرا، في حوالي 600,000 لازم يستفيدوا من العائلات الأكثر حاجة كبرنامج. آلية الاستهداف إن كان بالإنكلوجن أو الإكسكلوجن يعني بالإحصاء أو بالإقصاء نيناتهم معتمدين عالميا، في كتير شركاء دوليين بيعرفوا يعملوا هذا الشغل. علينا نكون جديين، أهم شيء علينا ناخد قرار لأنه في كرامة ناسنا في احتياجات ناسنا وفي تماسكنا الاجتماعي يلي هن اليوم على المحك، ودورنا انه نكون اليوم مثل امبارح مثل بكره واقفين حدهم. بس كلمه اخيره، نحن يعني متاكدين انه العقد مع البنك الدولي اليوم هو على هبه الاحاله الى مجلس النيابه لكي يقر القرض. نتمنى أن تتم دراسة القانون اللي تقدمنا فيه اليوم بالتزامن مع دراسة وإقرار اتفاقية القرض مع البنك الدولي، ونتمنى من كل الكتل النيابية مناصرة هذا الاقتراح لأنه فعلا يستفيد منه أغلبية الشعب اللبناني بمعزل عن طوائفهم وانتماءاتهم ومناطقهم. وأهم شيء أنه هذا القانون يعني يضع معايير عالية جدا من الشفافية ومن العدالة يطمئن لها كل لبناني ويطمئن لها المانح الدولي، ونقدر نقطع
المرحلة القادمين عليها بأقل أضرار ممكنة بانتظار اجتراح الحلول الكبرى لإعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي نستغني عن هذا الدعم اللي هو دعم ظرفي. ومثل ما قال زميلي بيير، نحن كلبنانيين منا معودين أنه نكون شعب يتلقى المساعدات، نحن شعب منتج خلاق، وبإذن الله سنستعيد هذه الصفات وهذه المميزات بالقريب العاجل.